السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها في حلقتنا. حياكم الله. تستعرض النزاهة الاتحادية جهودها في لجم الآفة الخطيرة اللي تغلغلت في مفاصل الدولة وهدمت تباعا خلال مراحل سابقة، خطوات تحقيقية وضعت النقاط فوق رؤوس الفساد أيا كانت مستوياته، وأبرمت مذكرات تفاهم مع الخارج فضلا عن الوقائية التي اعتمدت المشاركة الكاملة والجماعية، أيضا التنسيق بين جميع الجهات ذات المسؤولية لتعزيز الفاعلية وتحقيق نتائج مهمة ترتقي للمهمة الوطنية، بما يمحي مؤشرات قاسية استنزفت فيه الظاهرة الخزائن العامة للدولة. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة لمدة شهر فقط، هي المدة الزمنية اللي راح تفتح بها تركيا تدفق المياه إلى العراق من نهر دجلة للتخفيف من محنة الجفاف حسب توصيف الرئاسة التركية، وهذا ما يعزز من معطيات الاتفاق شامل ينهي أزمة المياه في العراق ويطوي صفحة تسببت بخسائر فادحة وهددت حرفيا الأمن الداخلي. وللاتفاق الزمني هنالك قراءات من خبراء بأنه ورقة ضغط تركية على العراق مشروطة بمدى عمل الحكومة على تقويض نشاط الجماعات المسلحة في الشمال. هاي الملفين راح نتابعهم خلال حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام. تتفضلون بقاوي. من جديد حياكم الله وارحب بضيوفي الكرام الدكتور عائد الهلالي السياسي المستقل، اهلا ومرحبا بك دكتور عائد، وكذلك ارحب بالاستاذ سعيد ياسين موسى الناشط في مجال مكافحه الفساد ضيوفا كراما في الاستوديو. ابدا مع حضرتك دكتور عائد، نتحدث عن النزاهه الاتحاديه اللي يبدو انها استعرضت انجازاتها خلال عام 22 اول ما بدات به التاكيد على انها حققت خطوات واسعة في التعاون مع المجتمع الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة. هذا الملف الحساس والمهم بلغة الأرقام، كم سيرفد الميزانية العراقية وكم سيقوض من حالة الفساد؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم أستاذ أحمد وللأستاذ سعيد والمشاهدين الكرام، رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير والعراقيين إن شاء الله بألف خير، عاده الله علينا وعليكم باليمني والبركات. حقيقة هنالك نقلة كبيرة جدا في العمل الخاص بهيئة النزاهة، وخصوصا بعد أن تسلم القاضي حيدر حنون زمام إدارة هذه الهيئة المهمة والحيوية، وشاهدنا أنه هذه الهيئة قد قامت بخطوات كبيرة جدا تختلف اختلاف شاسع وكبير عن أقرانهم أو أسلافهم حقيقة اللي كانوا ماسكين بزمام هذه المؤسسة. هنالك أرقام كبيرة جدا يتحدث عنها فضيلة القاضي بهذا الخصوص، أن هنالك ملفات تصل إلى آلاف الملفات، وهنالك شخصيات طالتها تحقيقات هيئة النزاهة، شخصيات كبيرة جدا مسؤولين، ماكو خطوط حمراء، لكنه قال بالحرف الواحد أنه عملية مكافحة الفساد أخطر وأعقد من عملية مكافحة الإرهاب. والسبب يعود أنه الإرهاب العدو واضح، أما في الفساد فإنه العدو غير واضح، وهنالك لجان تحقيقية تقوم بأدوار كبيرة جدا. وشهدنا أنه على الصعيد الداخلي قامت هيئة النزاهة بفتح العديد بالمئات الملفات من الفساد التي كانت موجودة في زمن الحكومات الماضية، وكذلك قامت بعقد اتفاقات وشراكات آخرها أعتقد مع دولة الإمارات العربية بهذا الخصوص، حيث أنه هنالك حملة كبيرة جدا لاسترداد الأموال العراقية واسترداد المطلوبين للقضاء العراقي، وهذا يمثل انعطافة كبيرة في فكر الدولة ونظام الدولة وبنية الدولة العراقية الجديدة التي يتزعمها
السيد محمد الشاع السوداني وفريقه الذي يبلي بلاء حسنا حقيقة خلال هذه الفترة، وهذا مؤشر جيد على أن العراق بدأ يتعافى شيئا فشيئا. طبعا هي عملية يعني تنظيف البلد من الفاسدين، وخصوصا في الدوائر التي يعشعش فيها الفاسدين بشكل كبير جدا، عملية تحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير جدا، لكن هذه الخطوات التي تمت في الأيام الماضية تدلل على أن الجميع عاقد العزم على أن يمضي إلى أبعد نقطة، وبالتالي من الممكن أن ننظف البلد من هؤلاء الذين أوغلوا في المال العراقي وأوغلوا في كل شيء. الأمر الآخر كما قلنا أن الاتفاقات الدولية التي عقدتها الحكومة العراقية عادت بالشكل الإيجابي، يعني باسترداد مطلوبين وكذلك باسترداد أموال عراقية كانت موجودة وصلت إلى أكثر من تريليونين دينار عراقي، يعني أكثر بحدود المليارين دولار عراقي خلال هذه الفترة، وهذا يعني مؤشر جيد. يعني احنا لا ننسى أن الحكومة وهيئة النزاهة عمرها تقريبا لا يتجاوز الأربع سنوات الجديدة، فبالتالي أن تقوم بهذا الجهد الكبير وهذا الجهد الجبار هذه علامة صحة حقيقة وحالة إيجابية، ممكن أنه نتفائل ويتفائل الشعب العراقي، والشعب العراقي حقيقة جاي يدعم ويساند ويعضد، وكل المؤسسات حتى مؤسسات المجتمع المدني وكل المعنيين بشأن السياسة العراقي جاي يدفعون بهذا الاتجاه، هنالك مقبولية كبيرة جدا لهذا العمل. كذلك نهاية النزاهة يعني جاي تفاجئنا يوميا أنه لديها ملفات وتفتح ملفات قلنا أن لا توجد هنالك خطوط حمر، فبالتالي هذا العمل الكبير وهذا العمل الجبار نتمنى له أن يكمل مسيرته من أجل أن ننهي أو نقضي على حالة الفساد. أما بخصوص الأموال التي من الممكن أن تدعم، هنالك أموال كثيرة جدا حقيقة هربت إلى خارج العراق، أما أن الأرقام اللي من الممكن أن تعود إلى العراق فتحتاج إلى فترة زمنية، وأعتقد أن هنالك تقارير تحدث بها مسؤولين عراقيين في فترة سابقة، بعضهم على قيد الحياة والبعض الآخر توفاه الله الله يرحمهم، تحدثوا عن هنالك أنه بحدود أكثر من 300 مليار دولار قد هربت من العراق، فعملية استرداد تحتاج إلى وقت، وبالتأكيد سوف تدعم الميزانية العراقية إن عادت جزء من هذه الأموال وسوف تنعش الاقتصاد العراقي. طيب أستاذ سعيد جزر، حابب حضرتك يتفضل الدكتور الهلالي عن مجموعة إجراءات قسم كبير منها جديد، وهذا يرجع رئيس الهيئة بأن هنالك إجراءات وإصلاحات إدارية وتحدث عنها في المؤتمر، يقول أنه دوائر وأقسام مقر الهيئة تم إجراء فيها هذا التعديل الإداري وإجراءات إصلاحية، ما مدى فاعلية هذا التنظيم الإداري الداخلي من وجهة نظرك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك جناب الدكتور والدكتور الهلالي، ورمضان مبارك عليكم وعلى شعبنا العراقي الحبيب وعلى الأمة الإسلامية. الحقيقة يعني تعرف جيدا أنا أتابع الهيئة وجميع الجهات الرقابية والأداء العام. كان ضمن أول تصريحاتنا في وقت سابق بأنه إعادة تأهيل مراجعة تقويم هيئة النزاهة من أجل أن تنطلق من جديد، وكان لنا أسبابنا عندنا في هذا يعني هاي التصريحات وفي الإعلامية، والحمد لله تمت الاستجابة أخيرا بأنه هنالك عمل لمراجعة الأداء والتقييم والتقويم، وهذا حقيقة أمر ليس بهين لأن يحتاج إلى تحليل بيئة دقيق معمق من أجل إعادة توزيع الموارد ورصد الخلل، وأولها كان أنا أدعي ذلك، أولها كان بأن تطلق دائرة التحقيقات من قبل رئيس هيئة النزاهة القاضي حنون بأن تستدعي وتستخدم أي مسؤول وأي سياسي وأي اسم يرد في التحقيقات ومن خلال التحري والإخبارات، يعني لا خط أحمر، هذه أنا مطمئن لها بشكل كبير، وهذه قفزة كبيرة، لأن قبل كان يتم يعني أخذ موافقات في لبعض الأسماء المحددة. عموما الآن هذا اللي الموجود عندنا، أنا اللي هالني حقيقة هنالك 1770 أو حوالي 1700 أكثر قضية تم تدويرها من سنة 21 إلى 22، مما جعل عدد القضايا أكثر من 9900 قضية.
نسبة الإنجاز بها 85، وهذه قفزة مهمة. هذا الجانب. الجانب الآخر حقيقة هيئة النزاهة مدخلاتها من ديوان الرقابة المالية كتدقيق الحسابات ورصد التجاوزات المالية والاستحواذ والعقود والمشتريات وما شابه. والذراع الثانية كانت هي مكاتب المفتشين كرقابة استباقية. نعم. وكانت هذه الثلاث مؤسسات تقوم بدور متكامل. الآن هيئة النزاهة صار عليها لود أكثر، يعني ضغط أكبر، لأن بدأت دوائر الهيئة قبل كانت تخرج للميدان، ولكن الأيام هذه الثلاثة أشهر الأخيرة أو الأربعة أشهر الأخيرة ليكون دقيق جدا، بدأت دوائر الهيئة بأن تخرج بنفسها إلى المؤسسات، دائرة الوقاية، منظمات الغير الحكومية، علاقات مع منظمات غير الحكومية، وبالإضافة إلى فرق دائرة التحقيقات في المحافظات، وبدأت تقدم تقرير تقييم وتقويم. اليوم تم مصادقة على تقييم تطوير أداء هيئة الموانئ. عموما هذا الجانب. الجانب الآخر، احنا عندنا مشكله في استرداد الاموال. انطيك معلومه، يعني ودائره عامه هي دائره الاسترداد، يعني نعم. لديها انجازات، ولكن مدى فعاليه هذه الانجازات؟ اولا سيدي الكريم، لحد الان العراق ليس لديه مذكرات او اتفاقيات ثنائيه لتبادل المطلوبين واسترداد الاموال. نعم. الذي حدث مع الأردن، مع عمان، مع دولة الإمارات العربية هي تفاهمات ومبادرات يشكرون عليها هذا بالمطلوبين. الجانب الآخر، هناك 80 مليون دولار تم استرداده من أموال النظام السابق في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بالفترة السابقة. نعم. هذا الجانب. الجانب الآخر سيدي الكريم، عملية الاسترداد حقيقة ليست عملية بهذه السهولة. أولا نحتاج احنا إلى أطر قانونية في عملية الاسترداد والطلب والتبادل، المنفعة ما بين البلدان. يعني أنا أجمد وأرد لك مطلوب كذلك أنت. هذا الجانب. الجانب الآخر، الاتفاقيات الدولية، اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد توجب علينا أن نتخذ بعض الإجراءات الوقائية واعتماد أطر قانونية. طيب. كقانون العقوبات، أن تكون هذه المواد العقابية رادعة، وهنالك فجوة عندنا في تجريم الأفعال الغير المجرمة. نعم. بالإضافة إلى نحتاج إلى تنظيمها، هذا الجانب، حتى يكون توحيد المفاهيم القانونية والعقوبات وما شابه مع الدول. وهذه عملية على الحكومات سهلة ولكن هي طويلة. هذا الجانب. الجانب الآخر، مسألة الاسترداد، في حال تم استرداد أي مال من الأموال أين توضع؟ هل تعود الخزينة لتعود نفس دورة حياة العقود والمشتريات والنفوذ والاستحواذ على الأموال؟ لا سيدي، من الممارسات الفضلة. واليوم كنا في مناقشة مع مجموعة من الخبراء، هذه الأموال تودع في صندوق استرداد الأموال تنموي وتذهب مباشرة إلى تمويل التنمية في قطاع التربية والصحة والطرق والجسور والبلديات، الماء الصالح للشرب، الصرف الصحي، تنمية الطفولة، المرأة. طيب. والشباب. نعم. حصرا، يعني نكون واضح، يعني وزارة الدفاع. نعم. وزارة الداخلية. هذا الجانب. الجانب الآخر، احنا لحد الآن ما مستردين أي مبلغ من أموال سوى مال في أمانة بغداد، أعتقد تذكرها معي، في أمانة بغداد الرواتب اللي تم سرقتها. هذا الجانب. الجانب الآخر، احنا نحتاج إلى ردع وإجراءات وقائية. جنابك خبير وتعرف أكثر مني، عندما هنالك وظائف أكثر عرضة للفساد، لا ترصد هذه الوظائف، بحدود 37 وظيفة ولجنة حكومية
تتعامل بالأموال وبالأراضي وبالعقارات وبالعقود والمشتريات، هذه جميعها غير خاضعة خصوصا الدرجات الدنيا، لأن الوظائف تبدأ من رئيس الجمهورية، وظيفة رئيس الجمهورية نزولا النفوذ السياسي النفوذ الإداري، ولذلك يعني ما مشمولة بكشف الذمم المالية هذه الوظائف واللجان توصل نعم لرئيس مثلا قسم. مثلا مثلا انت عندك الإحالات العقود والمشتريات، انت عندك مدير دوائر الحسابات التدقيق، انت عندك الكشف على الأراضي والعقارات والضرائب ودوائر الضريبة، الجمارك، المنافذ، الموانئ، السيطرات، ضباط التحقيق، قضاة التحقيق، موظفي التحقيق، محققي هيئة النزاهة، هذه كلها يفترض أن هيئة النزاهة خاضعين، ولكن بقية هذه اللجان مؤسسات الدولة تخضع إلى إخضاعهم إلى المعاهير النزاهة، إخضاعهم لكشف الذمة المالية. لأن ما معقولة موظف راتبه 700 ألف أو مليون أو مليونين وشوفه راكب سيارة بحدود 65 مليون، يعني مين جاب حتى لو أقساط، يعني طول العمر قصد به. هذه العملية ضرورية جدا. طيب. والجانب الآخر نحتاج إلى تشريع قانون العقود، أرجع إلى تشريع القوانين أستاذ سعيد، ولكن خليني نعم في الجانب الإداري داخل الهيئة. دكتور عائد يعني يتحدث ضيف الكريم الأستاذ سعيد عن هذه الإجراءات والإصلاحات داخل الهيئة، وأشار إلى الدوائر اللي هي معنية بمكافحة الفساد، ولكن نعلم بأن الهيئة حوالي 9 دوائر عامة، 2 منها أو 3 هي معنية بمكافحة الفساد، ولكن دوائر الباقية هي معنية بنشر ثقافة الشفافية والنزاهة. بالتالي هل نحن بحاجة كمجتمع إلى هذه الجوانب التوعوية ونشر ثقافة الشفافية والنزاهة، أم أن هذه الأفكار هي أفكار من الطرف السياسي أو الطرف الاجتماعي؟ سيدي الكريم، لاحظ أنه بالفترة الماضية يعني الدولة العراقية ابتليت بلاء كبير جدا بحالات الفساد وحالات كثيرة أخرى لا تقل خطورة عن الفساد السياسي، إلا الفساد الاقتصادي الذي ضرب الدولة العراقية حتى في مجالات، يعني في مجال السياسة وفي مجال الإدارة وفي كل المجالات. فبالتالي الدول عندما يراد لها أن تبنى يجب أن تؤسس بشكل صحيح، والقاعدة تقول إصلاح المقدمات كفيل بإصلاح النتائج. اليوم إحنا من نريد نذهب باتجاه دولة عراقية مؤسساتية، هذه الدولة تكون مقبولة في محيطها الإقليمي والدولي، وتكون مرحب بها من قبل الشركات العالمية الكبيرة التي ترغب بالاستثمار، والعراق فيه فرص كبيرة واعدة للاستثمار، ونتمنى أن تتم عملية تنظيف البلد من حالة الفساد، لأن واحدة من المؤشرات الكبيرة التي تمنع الشركات العالمية الكبرى، أعتقد 7 مؤشرات هي التي تعيق عملية مجيء الدول إلى مجيء الشركات إلى هذه الدولة أو تلك حتى تستثمر في المجال، واحدة منها هي الفساد. فبالتالي عملية نشر الشفافية والثقافة المجتمعية، هذه الثقافة حقيقة هي ثقافة حديثة العهد على بلدنا. يعني احنا عندما نتحدث في قضية انه ستينات خمسينات سبعينات بدأت عملية، يعني حتى في السبعينات كان لا زال هنالك رازب من الحكومات السابقة ان الدولة العراقية تتمتع بشفافية، مؤسسات الدولة العراقية تتمتع بشفافية عالية، لكن نتيجة الحروب ونتيجة الأزمات بدأت نشوف انه الفساد بدأ ينتشر ويدب بشكل كبير جدا في مفاصل الدولة، حتى ضربت الدولة بشكل كبير جدا بعد 2003. فعملية نشر وزرع ثقافة الشفافية وثقافة المواطنة، وأنه المال الموجود هو مال عام، يعني مال المواطنين كل، هو مو حصرا وحكرا على شخصية معينة كما تحدث سعيد وقال أنه هنا لربما هو جامل بعض الشيء أنه موظف لديه سيارة 65 مليون. لا يا سيد الكريم، لربما أنه تتجاوز ملايين الدولارات، يعني عقارات واستثمارات ضخمة جدا. فعملية نشر الثقافة والوعي الثقافي الخاص في عملية مكافحة الفساد وتنظيف البلد تبدأ منذ النشأة، مثل ما يجب أن نضع برنامج مكافحة المخدرات نضع برنامج مكافحة الفساد في مدارسنا، أن نوطن هذه الثقافة في ذهنية الفرد، كما تعمل اليابان على نشر وتوطين ثقافة خاصة بالتربية والأخلاق في المدارس، يعني منذ الصف الأول إلى الثالث المتوسط تقريبا
تنشر ثقافة الأخلاق والتربية داخل المدارس، فبالتالي ترسخ هذه الثقافة في ذهنية النشء الجديد، والنشء الجديد هو بالتأكيد سوف يكون له يعني قصب السبق في قادم الأيام، وهو الذي يتسلم زمام الدولة. أما الآن فالدولة تعمل، يفترض تعمل بمشروعين، مشروع من الأعلى إلى الأسفل ومشروع من الأسفل إلى الأعلى. من الأسفل إلى الأعلى تبدأ من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، وتقوم بنشر هذه الثقافة. أما فيما يخص الجانب الآخر اللي هو من الأعلى، يفترض أنه تكون هنالك حالات توعية، التوعية لا تشترك فيها الدولة بمفردها. حقيقة منظمات المجتمع المدني مطالبة، المرجعية الرشيدة مطالبة، المؤسسات الدينية مطالبة، هي تتحدث بشكل كبير، لكن نريد أن تتحدث بعد بشكل أعمق. نستغل حتى هذه الأيام الفضيلة، أيام شهر رمضان المبارك، ونقوم بنشر هذه الثقافة، الثقافة إنه بلدنا حقيقة لو قدر له أن يكون بلد خالي من الفساد، لربما أن الشعب العراقي سوف يتنعم بشكل كامل، لا يقتصر النعيم على جهة معينة أو على شريحة معينة أو على مجموعة معينة، لا يستأثر طرف دون الأطراف الأخرى. المجتمع العراقي يستحق، قدم تضحيات كبيرة جدا، قدم أبناء خاصة المناطق الفقيرة والمناطق المرهقة يعني التعبة الموجودة في حزام المدن، هذه بيوت الصفيح وبيوت الطين التي قدمت أبنائها قرابين على 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 ضريح الوطن. فبالتالي عملية مكافحة الفساد ونشر الثقافات الحسنة والقيم كل معنى بها دكتور عائد، ولكن يعني هيئة النزاهة هي في الواجهة رغم وجود جهات قطاعية أخرى. أستاذ سعيد، يعني حضرتك كنت عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، واليوم يجري الحديث عن تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد. برأيك هذا التشكيل راح يمثل التطبيق الأول للبرنامج الحكومي اللي منح مكافحة الفساد أولوية قصوى؟ جناب الدكتور، الحقيقة الهيئة العليا لمكافحة الفساد هي فريق مصغر في هيئة النزاهة من دارة الوقاية ودارة التحقيقات ودارة الاسترداد، يقومون بالتقييم والملفات العالقة وتصفيتها وتقديمها يعني أولويات التحقيق والاستخدام، وإن كانت مكتملة يقومون بإلقاء القبض. هذه الفترة السابقة إذا تتذكر سنة 2019 عندما تمت جرد القضايا، طلع هناك يعني ظهر لنا فد رقم مهود مجمد نتيجة النفوذ الإداري للوزير أو المدير العام أو ما شابه، أو نتيجة النفوذ السياسي، 12,000 ملف. فاحنا عندنا 1800 مدور من العام القادم، من العام الماضي، يعني ايضا شويه ها بها 1700 كسور بها شويه نوع من يعني مو مقبوله، ولكن هذا الموجود اقل بكثير من 12,000. هذا الجانب. الجانب الاخر، وقامت باعاده التقييم ودا تقوم بالتقويم. الان رئيس الهيئه هو اللي يقود هذا الفريق، أنا أسميه فريق، لأن هيئة النزاهة سيد الموقر تتكون من هي وقاية تحقيقات استرداد والبقية جهاز ساندة. الجانب الآخر الحكومي حتى يتناغم مع برنامج الحكومة، مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل فريق ساند، هم يسموه الهيئة الساندة، فريق ساند للفريق الداخلي في هيئة النزاهة، واجبها الاستقدام وبتكليف من الحكومة أن تقوم بالتحقيق الإداري. هنالك موائمة، من يرفض، خلي يسمعون، من يرفض الاستقدام يلقى عليه القبض من قبل الفريق الساند. وعندي معلومات كثيرة، ويعني هنالك ناس تم إلقاء القبض عليهم يعني من خلال انفاذ القانون، يعتبر انفاذ قانون الهيئة الساندة. هذا الجانب. جانب آخر حقيقة، احنا لحد الآن نريد ندمج المجتمع في عملية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. جزء منها احنا نحتاج إلى إدارة الشكاوى، نظام إدارة الشكاوى. أدعي ولو يزعلون عليه، أدعي هناك عمل حثيث بهذا الاتجاه، يعني هذا الجانب. الجانب الثاني هو نظام المتابعة، يعني عندما تصدر قرارات يفترض هنالك فريق
يتابع هذه القرارات. الجانب الآخر اسمح لي، لأنه عملية مفرحة أنا أحكيها، عندما يتصل أحد المطلوبين ويقول أني مستعد أن أسلم نفسي، وعلى شرط أن أسلم نفسي للجهة الفلانية، بمعنى هنالك ثقة بإنفاذ القانون واستخدام القانون، لا أن يكون استخدام القانون استخدام تعسفي. أنا ما أريد أحكي كثيرا يعني بهذه الأمور، ولكن هذه رسائل إيجابية. تبقى العملية نحتاج إلى تجريم أفعال غير مجرمة، تشديد العقوبات، يعني أبو الرشوة يروح مؤبد، ولكن اللي بوك 95 مليون من الموازنة وكذا يعني يفرج عنا رأفة بشبابه. أنا ما أفتهم بالقانون، ولكن هكذا نطلع على القرارات وما شابه على الأخبار. نحتاج إلى ردع، نحتاج إلى تمكين القضاء من خلال قوة قانون العقوبات وقوة إنفاذ القانون من قبل الحكومة. طيب. ووضع الرؤية الاستراتيجية لهيئة النزاهة والجهات الرقابية تتواءم مع البرامج الحكومية. طيب دكتور عائد، يشير السيد سعيد على أهمية القانون، وهنالك أيضا إشارة من رئيس الهيئة بأن الهيئة بصدد إعداد مسودة التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011. أسأل حضرتك لأي مدى يمثل التطبيق الأولي للبرنامج، يعني لأي درجة تدعم هذه المسارات القانونية جهود النزاهة في البلاد؟ بكل تأكيد أستاذ أحمد، أنه عملية تجديد القانون وخصوصا في هذا الملف بالذات، ملف الفساد، بكل تأكيد سوف يأتي بنتائج إيجابية. أما أنه يترك الموضوع أو الحبل على الغارب كما كان يعمل في السنوات الماضية منذ 2003 إلى 2022 كانت الأمور يعني أشبه يعني المتروكة. فبالتالي اليوم عملية التجديد بالقوانين لمحاسبة ومعاقبة الفاسدين هذا ممكن أن يعطي كما قلنا نتائج إيجابية كبيرة جدا، ممكن أن يردع الفاسدين، ممكن أن يقوض الفساد، ممكن أن يهدم منظومة الفساد، وممكن أن يقلص الفساد إلى أبعد ولا أدنى المستويات. احنا شفنا انه وتحدثنا بشكل كبير جدا وفي جميع يعني المنصات الفضائيه او لقاءاتنا ان الفساد العراقي قد ضرب الدوله العراقيه من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. وبالتالي هذه الحمله الكبيره جدا التي تقوم بها هيئه النزاهه الان، على الرغم من قله الامكانيات المتوفره لديها، على الرغم من قله كوادرها، لكنها تاتي بنتائج ايجابيه وتاتي بنتائج مشجعه ومفرحه حقيقه. اما اذا عضدت هيئة النزاهة بقوانين من قبل مجلس النواب العراقي تساعد هيئة النزاهة على إنفاذ القانون والقصاص من المجرمين ومن الفاسدين ومن الذين تسببوا بهدر وسرقة المال، فهذا يعتبر شيء جيد ممكن أن يدفع ويدعم مؤسسة هيئة النزاهة باتجاه كبير جدا نحو تحقيق أهداف يتطلع لها جميع العراقيين. ممكن أنه مثل ما تفضل أستاذ سعيد، هذه القوانين يمكن أن تساعدنا في بناء علاقات ثنائية أو علاقات كبيرة جدا مع المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي في قضية استرداد الفاسدين. نحن نعرف أنه أموالنا موجودة في دول الجوار بشكل كبير جدا، وتوجد لدينا أموال خارج هذه المنظومة أو خارج هذا الإطار، لكن أموالنا بشكل كبير موجودة في دول الجوار التي أثرت على حساب العراق. فعملية عقد اتفاقات وشراكات تحتاج إلى تشريعات قانونية، وهذه التشريعات القانونية ممكن أن تساعد وتسرع وتساهم بشكل كبير جدا في عملية إحلال القانون وإرجاع الأموال العراقية وإرجاع الفاسدين. كما تحدث أيضا أستاذ سعيد في عملية أنه هنالك رغبة، والجميع سمع بهذا الموضوع، أن هنالك شخصية متهمة بكثير من الأمور طلب أنه يسلم نفسه القوات العراقية. هذا شيء إيجابي وشيء حسن يدلل على أن الدولة العراقية وحكومة محمد الشيعة السودان وهيئة النزاهة تسير بخطوات صحيحة بالاتجاه الصحيح نحو الأمام، وهذا ما نريد حقيقة. أما إذا أردنا أن نقوم بعمل أكبر من هذا فنحتاج كما قلنا إلى تشريعات. هذه التشريعات ممكن أن تساعد، لدينا تشريعات ولدينا قوانين موجودة، لكن المشكلة أنه حجم الفساد بشكل كبير جدا، وهنالك أموال قد نهبت تحت عناوين وتحت أغطية عديدة.
فبالتالي اليوم نحتاج إلى إيجاد فقرات قانونية، هذه الفقرات القانونية من خلالها نستطيع أن نسترد أموالنا ونسترد الفاسدين والمجرمين، ونشكل انعطافة كبيرة أو نشكل ثقافة جديدة أو نشكل دعم كبير جدا لحكومة العون الشعب السوداني وهيئة النزاهة في مكافحة الفساد الذي قوض الدولة بشكل كبير جدا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ الدكتور عادل هلالي، وأتمنى أن ترافقنا في الملف الآخر. وأتقدم الشكر الجزيل أستاذ سعيد ياسين الناشط في مجال مكافحة الفساد ضيفا كريما في الاستوديو، وأثريت الحوار في هذا الملف. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة. أجد ترحابي بضيفي الكريم الدكتور عادل هلالي السياسي المستقل. أهلا بك دكتور عائد، وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ جمعة الدراجي الباحث في شؤون المياه والأهوار ينضم معنا عبر سكايب. أهلا ومرحبا بكم ضيوفا كرام. نتحدث دكتور عائد عن التفاهمات العراقية التركية اللي كان يعول عليها كثيرا في طوي صفحة المياه وحصة العراق من هذه المياه، إلا أن الرئاسة التركية يعني أعلنت عن إطلاق الإطلاقات المائية لشهر واحد فقط، ما دلالات ذلك؟ يلا شكرا جزيلا سيد أحمد، تحياتي لك مرة أخرى ولضيفك الكريم والمشاهدين الأعزاء. حقيقة الملفات العراقية التركية هي مرتبطة واحدة بالأخرى، يعني لدينا الملف الأمني ولدينا ملف المياه ولدينا ملف التجارة ما بين العراق وتركيا ولدينا القناة الجافة، هذا فيما يخص العراق. أما فيما يخص المياه بشكل كامل مع تركيا فلدينا ملف آخر اللي هو الملف السوري، يفترض أن يكون هنالك ترابط ما بين الملف العراقي والملف السوري حتى يذهب باتجاه تركيا ويكون الضغط أكبر من الضغط إذا ذهب العراق بمفرده. حقيقة ما قام به السيد محمد الشياع السوداني من إرسال رسائل وتطمينات إلى الجانب التركي، وهذه الرسائل تمخضت في نشر حكومة محمد الشياع السوداني القوات العراقية على الحدود الفاصلة ما بين العراق وتركيا، وهذا يدل على أن هنالك خطوة إيجابية للحد من هجمات حزب العمال الكردستاني باتجاه تركيا، والذي أثقل حقيقة الحكومة التركية بالكثير من الأمور ومن المشاكل والهموم التي حقيقة تشكو من الحكومة التركية. طبعا هي ليست وليدة البارحة، هذا الموضوع هو موضوع منذ العام 1956 اتخذت فيه الحكومة التركية قرارا بإغراق هذه المنطقة اللي هي سهل الغاب، والتي يتواجد فيها حزب العمال الكردستاني في منطقة حسن كيف، والتي يتواجد فيها أكثر من 6000 كهف تأوي حزب العمال الكردستاني. فبالتالي عملية إغراق هذه المنطقة للتخلص من حزب العمال الكردستاني أعطت إلى تركيا أو فتحت على تركيا بوابة أخرى أنه تستفيد من هذه الكميات الكبيرة المخزونة من المياه من خلال السدود وإنتاج الطاقة الكهربائية، وتركيا الآن تصدر المياه إلى 165 دولة بالعالم حقيقة، مياه الشرب تصدرها معبئة إلى 150 دولة بالعالم. هذه الأمور يا سيدي الكريم وهذه الملفات مرتبطة، إن استطاعت الحكومة العراقية أن توظف هذه الملفات في يعني في فريق تفاوضي قادر على أن يجبر الحكومة التركية على أن تتعامل بالمثل مع العراق، مثلما العراق الآن يصدر عن طريق تركيا النفط ويعني يستورد من تركيا بمليارات الدولارات، كما تحدث السيد رجب طيب أردوغان في اجتماع مع دولة رئيس الوزراء وقال أنه حجم التبادل التجاري في العام الماضي بلغ أقصى مدى له، وأنه هذه الأمور يعني نتمنى أن تتطور بشكل كبير جدا. قبل هذا ماذا نريد؟ نريد أنه الحكومة التركية تطلق الماء لمدة شهر واحد؟ نعم هي حسنا فعلت، لكن المشكلة لا غير كافية، لربما أنه حتى إذا أرادت الحكومة التركية أن تطلق على نهر دجلة 1000 متر مكعب في الثانية، فأعتقد أنه 60 مليون أو 65 مليون متر مكعب خلال الشهر غير كافية
حل مشكلة العراق وأزمات العراق الخاصة في قضية المياه. هذه المشكلة اللي حدثتها دكتور عائد، خلينا ننتقل بها إلى أستاذ جمعة. وجدت الحابة حضرتك أستاذ جمعة تنضم معي عبر سكايب من محافظة ميسان. يتحدث الدكتور عائد الهلالي عن حجم الإطلاقات المائية اللي ارتبطت بمدة زمنية لمدة شهر واحد من وجهة نظر مائية، ما هي شكل الاستفادة، استفادة العراق نقصد بها من هذه الحصص المائية خلال شهر واحد فقط؟ نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم يكن الصوت واضحا. أعيد السؤال على حضرتك أستاذ جمعة، نتحدث عن ما شكل استفادة العراق من هذه الحصص والإطلاقات المائية خلال شهر واحد. نعم، حقيقة زيارة دولة رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق إلى الجارة المتشاركة معنا في الماء أو دولة التشاطئ معنا الجارة تركيا أبرزت عدة ملاحظات. من هذه الملاحظات أنه ذهب الوفد وفي حقيبته العديد من القضايا، ومن ضمن هذه القضايا جاءت قضية المياه، وأبرزت موضوع آخر أن تركيا تنادي بأن دجلة والفرات حوض واحد، ولكن من حيث لا تشعر تركيا بأنها تعاملت مع حوض منفرد اللي هو حوض دجلة وأعطاء حصة معينة، هذه الحصة لمقدارها بالمدة الزمنية مقدارها شهر، وهذه الشهر بالحقيقة هي أحد الحلول الترقيعية التي لا يمكن أن تسد الحاجة. يعني هذا الشهر لمن تضع هذه الكمية؟ للأهوار، للزراعة، لمتطلبات الصناعة، لمتطلبات السكن والاستخدامات المنزلية. الشهر لا يكفي، ولكن هو حقق رسائل أخرى يمكن أن نستفيد منها مستقبلا، على أمل أن تتواصل الجهود العراقية والجهود التركية في هذا المجال، لا سيما وإن العراق ذهب بحقيبة تجارية اقتصادية، تشارك دبلوماسي، تشارك أمني، حفظ الحدود إلى آخره من هذه الأمور، استطاع أن يحقق هذه الكمية القليلة، على أمل أن تزداد هذه الكمية، وعلى أمل أن تعمل الجهات الفنية التي شكلت بهذه القمة أن تعمل مستقبلا لمعالجة الوضع المائي المتردد بالعراق. نعم. طيب دكتور عائد، يعني لو تمادت تركيا في منع الحصص المائية عن العراق هذه المشكلة اللي راح تصبح أزلية، ولكن هذه الحلول إذا كانت هي حلول وقتية، مخاوف عودة السلوك السابق والتعامل السابق، هل هنالك إمكانية لتدويل الملف، خاصة وأن العراق ضمن الدول الموقعة على قانون البحار؟ نعم أستاذ أحمد، أنا حقيقة ما أكملت فكرتي أنه السيد رجب طيب أردوغان عندما تحدث عن هذا الموضوع وعملية إطلاق المياه لمدة شهر، هو قال وتذرع أنه نسبة الأمطار في تركيا خلال هذا العام هي أقل نسبة تشهدها تركيا قياسا بالأعوام الأربعين الأخيرة، لكن نتحدث عن أكثر من 650 مليون متر مكعب مخزونة في السدود التركية في هذه المنطقة واللي هي شمال العراق وجنوب تركيا في حوض القاب، من خلال الخزانات والسدود التي وصلت إلى أكثر من 250 سد، وهم عازمين على بناء أكثر من 500 سد. فبالتالي أنه إذا ما يكون هنالك وفد متخصص يتفاوض، وفد دبلوماسي قوي جدا يتفاوض، العراق لديه نقاط قوة كثيرة جدا، أوروبا اليوم تحتاج إلى العراق بشكل كبير جدا، وتركيا لربما هي البوابة على أوروبا. العراق من الممكن أن يعقد اتفاقات لتمرير أنابيب الطاقة السعودية، القطرية، الكويتية، على اعتبار أن الكويت حقيقة لديها مخزون نفطي كبير جدا وتنتج مشتقات نفطية كبيرة جدا، اليوم أوروبا بأمس الحاجة، عملية نقلها بالبواخر تحتاج إلى وقت، أما إذا مررت من خلال العراق باتجاه تركيا فلربما تكون لدينا ورقة ضغط على الحكومة التركية
تساعد بشكل كبير جدا في حلحلة هذه الأزمة. أيضا هنالك الملف الاقتصادي كما تحدثنا قبل قليل وقلنا أن العراق لديه تبادل تجاري ضخم جدا مع تركيا يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار، وهذا الموضوع أيضا يحتاج إلى أن يوظف بشكل ضغط على تركيا. أمور كثيرة جدا سيدي الكريم، حتى القناة الجافة اليوم إذا أردنا، أو طريق التنمية اللي أسمها دولة رئيس الوزراء، ممكن أنه إذا أردنا أن نوظف فيها الشركات التركية وتعمل في العراق ممكن أن يكون هنالك ورقة ضغط. أما إذا عجزنا عن هذا الموضوع ممكن أن نذهب باتجاه تدويل القضية. تدويل القضية حقيقة ما بيننا وبين تركيا لربما يعقد المشهد بشكل كبير جدا، لكن التفاهمات يجب أن تكون منطقية. أنا قلت قبل قليل وفي بداية الحديث عن هذا الموضوع في هذا الملف الثاني، قلت يجب أن يكون هنالك حل على الأزمة السورية. هنالك مشكلة أيضا تركيا خشيتها من تواجد الحزب العمال الكردستان الذي ينتشر في شمال سوريا وينتشر في شمال العراق. وبالتالي اليوم وصلت العلاقات التركية السورية إلى محطات يعني مقبولة. أعتقد أنه سوف يكون هنالك لقاءات في المدى القريب، وهذه اللقاءات لربما أن توحد جهود الطرفين وتوحد جهود طرف العراق. ليش هذه الاشتراطات دكتور عائد يعني ده تصير؟ يعني هنالك ما يتحدث عن أن هذه مدة زمنية منحت للعراق مقابل ضبط تحرك الجماعات المسلحة في شمال العراق. يعني راح بمعنى آخر راح تكون مدة اختبار للضغط على بغداد بما ينهي تحركات هذه الجماعات. هي المشكلة يا سيد الكريم أنه تحركات هذه الجماعات لا تستطيع بغداد أن تضبطها بمفردها. لماذا؟ لأنهم حقيقة أهل مكة وهم أدرى بشعابها، هم يتحصنون في شعاب الجبال، هم يتحصنون في الغابات اللي موجودة، هم يتحصنون في مناطق تواجدهم التي ولدوا فيها. فعملية إيجاد قوة عراقية كبيرة جدا قادرة على أن تمسك بزمام الأمور في هذه المنطقة يعني من المستحيل. لماذا؟ لأنهم أيضا لا يتقاربون مع الأخوة الكرد المتواجدين في شمال العراق، وهم لديهم علاقات ووشائج ونسب وما إلى ذلك. فعملية يعني من الممكن أنه إقليم كردستان أن لا يفرط بهؤلاء، لأنه أيضا يخشى من هؤلاء. هي مشكلة كبيرة جدا أن الإقليم إذا فرط في هؤلاء أو إذا كشف أوراق هؤلاء لربما أنه يتعرض إلى مضايقات من حزب العمال الكردستاني، وهو حزب متمرس في مجال القتال في قتال العصابات وما إلى ذلك. دكتور عادل، أن تكون هنالك رؤية. هذه الرؤية حقيقة رؤية أمنية تشترك فيها الحكومة العراقية والحكومة التركية والحكومة السورية والحكومة الإيرانية على حد سواء، لأن هذه المجامع تثير القلق وتثير الشغب وتثير حفيظة الدول أمنيا. فعملية العراق بمفرده غير قادر، لأن العراق الآن خرج من معركة كبيرة، ولكن هو لربما يكون الخاسر الأكبر. أستاذ جمعة، نتحدث عن إذا ما عادت تركيا لسياستها المائية بعد نفاذ هذه المدة الزمنية، برأي حضرتك لأي درجة راح ترفع من مؤشرات التهديد الفعلي للأمن المائي في العراق؟ أستاذ جمعة أسمعني حضرتك؟ نعم أسمع. نعم، أسأل حضرتك عن إذا ما عادت تركيا لسياستها المائية، خلص هذا الشهر ورجعت ريما لعادتها القديمة، لأي درجة راح يرتفع مؤشر التهديد الفعلي للأمن المائي في العراق؟ نعم، العلاقات الجيوسياسية بين العراق وتركيا وطريق التنمية المزمع عقدة بالسنوات المقبلة أكيد راح يكون إلى دور مهم بتطوير العلاقات العراقية التركية، لا سيما وأن تركيا هي البوابة الثانية على الخليج العربي بعد العراق، كون راح يكون ممر طريق التنمية طريق الحريق. وحقيقة هذا الموضوع هو قديم، يعني أنا لدي وثيقة من سنة 1902 كانت هناك عقد بين الدولة العثمانية وشركة ألمانية لإنشاء سكة الحديد، وهذا هو طريق يعني هذه سكة الحديد قديمة، والآن إذا ما عمل بها راح يكون هناك تشارك تجاري، تشارك تنموي، تشارك كبير، فأكيد راح تكون العلاقات لها دور، وأكيد المستثمرين الذين يعملون في هذه يعني التجار المستثمرين الصناعيين راح يشكلون جماعات ضغط
كون لهم مصالح حيويه بالعراق وتهمهم العلاقات العراقيه التركيه، فاكيد راح تركيا تاخذ بالحسبان هذه الموضوعات. حقيقه ان هذا الموضوع من زمان نحن ننادي به، ان لا يذهب الوفد العراقي برئاسه المختصين بالمياه، وانما عند قطاعات اقتصاديه وتجاريه وغيرها تذهب. وحسنا عمل الوفد العراقي اللي ذهب عده اوراق، لم تكن الورقه المياه هي ورقه منفرده في هذا الموضوع، كانت هناك ورقه اقتصاديه، ورقه سياسيه، ورقه لحفظ الحدود الامنيه، وهذه الاوراق بامكان ان نطور العلاقات مع تركيا، واكيد راح يكون هناك مساهمه او تعمل تركيا على سد الثغرات للنقص الحاصل بالمياه ان شاء الله. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمعة الدراجي الباحث في شؤون المياه والأهوار، حدثنا عبر سكايب من محافظة ميسان، والشكر كثير لحضرتك الدكتور عائد الهلالي السياسي المستقل. ضيوفا كراما أثريتم الحوار، وشكري الكثير لكم مشاهدينا الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.